ديرة حائل، ويعود سبب تسميتها بحائل لأنها كانت تشكل حائلاً في أوقات الأمطار بين جبلي أجا وسلمى. ومنطقة حائل منطقة موغلة في القدم، قيل إن أول من سكنها أقوام العماليق من العرب البائدة، ثم استوطنتها قبيلة طيء التي قسمت إلى قسمين أساسيين، هما بنو جديلة الذين سكنوا السهل، وبنو الغوث الذين سكنوا جبلي أجا وسلمى. وكان بعض الطائيين يدينون بالمسيحية إضافة إلى الوثنية، وكانت علاقاتها التجارية على ارتباط وثيق مع المناذرة في الحيرة والغساسنة في الشام. فتح المسلمون المنطقة على يد القائد خالد بن الوليد، واستمرت تحت الحكم الراشدي ثم الأموي والعباسي، وكان آخر حكام المنطقة من الطائيين هو الشيخ بهيج الطائي. في القرن العاشر الهجري حكمها آل علي الشمريون. امتد حكم آل علي حتى عام 1253 للهجرة، ثم حكمها آل رشيد الشمريون أيضا على يد عبد الله العلي الرشيد عام 1249 للهجرة، واستمر حكم آل رشيد حتى سقوط حائل عام 1339 للهجرة بيد الملك عبد العزيز آل سعود.